ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين في كل مكان على أرض مصرنا الحبيبة، برحب بكم في حلقة جديدة ومختلفة ومتميزة كالعادة مع برنامج صنع في مصر مع في قناة الصحة والجمال. النهاردة حلقتنا مختلفة جدا، لأن النهاردة كالعادة بنتكلم عن إحدى الشركات المصرية المهمة في عالم الدهانات. النهاردة اختلاف الحلقة، النهاردة بنتكلم عن الشركة اللي هي أصل الدهانات الذكورية في مصر، الشركة اللي يمكن معظم شركات مصر انبثقت منها، ويمكن معظم الناس اشتغلت من منتجاتها في البداية خالص، يمكن من أول ما مصر عرفت المنتجات الذكورية. أكيد حضراتكم عارفين إحنا النهاردة بنتكلم على مين؟ بنتكلم على شركة أليكو أصل الدهانات الذكورية في مصر. النهاردة برحب وبيشرفني الأستاذ شعبان الباز رئيس مجلس إدارة شركة أليكو المصرية، برحب بك يا أستاذ شعبان. أهلا وسهلا بك، نورت الدنيا يا أستاذ شعبان ونورت قناة الصحة والجمال. أهلا وسهلا يا باشمهندس. أيضا معايا صديقنا العزيز الأستاذ جودة أبو النيل رجل الأعمال المصري وأحد التجار الكبار في مصر، برحب بك يا أستاذ جودة. أهلا وسهلا أستاذ خليل، نورت الدنيا. الله يخليك، أهلا وسهلا. هنبدأ معاك يا أستاذ شعبان ونقول، نبدأ من البداية خالص ونقول إن أليكو هي أصل الدهانات المصرية أو أصل الدهانات الذكورية، عشان نكون يا جماعة محقين ونكون بنقول معلومات صحيحة. أصل الدهانات الذكورية في مصر، نبدأ مع شركة أليكو. متى بدأت شركة أليكو؟ احكي لنا كده ببساطة مشوار شركة أليكو. أول حاجة بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على أشرف المصريين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. بحيي سيادتك أولا. شكرا ليك. بحيي السادة المشاهدين ثانيا. بالنسبة لشركة أليكو، نزلنا في 2010. تمام. بدأنا 2010، كان قبل الثورة يعني. بدأنا انتشرنا الحمد لله. بعد الثورة أخذنا كده حوالي 6 شهور. تمام. ورجعنا شدينا فيها شغل كويس. تمام. مشينا. خدنا خط الصعيد. تمام. تعبنا، اجتهدنا صراحة. البداية كانت تعب. 2010. لا تعب، كانت تعب. ما كانش في منتج، ما كانش في منتجات ذكورية في مصر قد كده، كان شركات معينة بس، ما فيش لها انتشار. وده اللي تعبنا. يعني كنا نازلين مثلا في مادة القطيفة، ما كانش حد يعرف ايه هي القطيفة. قطيفة، تمام. ايه هي السواحيلي. اجتهدنا على نفسنا على الشغل. وخدناها يعني، احنا كان موقع الشركه في دمياط. تمام. نطلع للصعيد. خدناها بدايه من الصعيد، اتعاملنا مع تجار كبار. تمام. في جمهوريه مصر العربيه. تمام. تجار قامه يعني. قول لي يا استاذ شعبان، اول منتج انت اشتغلته فيه كان منتج ايه؟ القطيفه. القطيفه والسواحيلي. تمام. والميتاليكات. تمام. والفلاور. تمام. اللي شغالين في الوقت. تمام. والخيال. والستوكو انتيك. يعني كانت بدايه قويه. قوية. انت بدات بمعظم المنتجات المتعارف عليها حاليا في السوق المصري. طيب، خدت مرحله البدايه الانتشار في محافظات مصر كتوزيع. بدانا من المنصوره. بدات من المنصوره الاهليه. تمام. بدانا، ده بدايتنا اكيد. خدناها، نزلنا على القاهره. خط الصعيد ده خد مننا جهد جامد يعني. تمام. سنين. 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 لما طورنا المنتج. اكيد. تمام. طور عملي وفعلي. طيب، نقول النهارده وصلنا لكام منتج في شركه اليكو؟ يعني عندنا الوقت في حدود من 15 ل 16 منتج. طيب، هل الشركه بتتعامل في المنتجات الذكوريه فقط؟ يعني احنا بدايتنا كانت منتجات ذكوريه. ويمكن الشركة تميزت بيها. هل احنا استمرينا في هذه السياسة وبدأنا نشتغل في المنتجات الذكورية فقط، ام ان احنا يعني شفنا حالة السوق عايزة ايه وبدأنا في تاني في منتجات تانية؟ هل يعني ببساطة، هل حضرتك بتشتغل في المنتجات الانشائية؟ طبعا. تمام. طبعا بقالنا الوقت 3 سنين شغالين في المنتجات الانشائية. تمام. وشغالين على مستوى عالي جدا وصدرنا. صدرت. صدرنا. لا احنا يعني عايزين نقول المنتجات بتاعتنا غطت السوق المحلي. غطت السوق المحلي. طيب، هل كان لينا معارض؟
ولا كان نظام توزيع مباشر؟ لا احنا كنا شغالين على معارض. يعني ازاي؟ يعني مثلا كمعارض الغير ازاي؟ يعني شغالين على التاجر زي مثلا زي الحاج وجودة عنده معرض بندي له منتج بيسوقه. اما معارض للشركه فتحنا اكتر من حوالي 5-6 معارض في محافظات موجوده ولا زال. هنتكلم عن المعارض، ولكن دعني يعني اتحول لرجل الاعمال المصري النشيط الاستاذ جوده من النيل، ويمكن حضرتك من احد التجار اللي هم بداوا مع شركه اليكو المصريه. عايز حضرتك تحكي لنا عن تجربتك مع شركه اليكو، وهل بتنصح تجار مصر بالتعامل مع هذا الرجل ام لا؟ والله اولا هنقول طبعا شرف لنا كبير ان احنا النهارده في برنامج الصحه والجمال ومع حضراتكم على لا برنامج صنع في مصر. صنع في مصر. صنع في مصر اسف. اولا شركه اليكو يعني انا معاها من بدايه نزولها مصر، تمام، قلبا وقالبا شغل مع بعض في السوق. هل هي كانت في دوله عربيه اخرى ام كانت في مصر؟ بدايه كان طبعا كانت في الاردن. وكانت نازله قويه جدا. كان السوق المصري لسه يعني ما يعرفش يعني ايه الدهانات الديكوريه. كانت لسه الامور لسه يعني صعبه جدا. ما كانش في ديكور، كانت الدهانات البسيطه اللي هي العاديه. نزلت بالدهانات الديكوريه بامكانيات عاليه جدا بماتيريال محترم. المنتجات ما كانتش متاحه في السوق، تمام. فلما بدا السوق ينفتح على المواد ديت بدا يبقى في تطور غير عادي. لاحظت من الشركه صراحه مجهود غير عادي في وقت كان صعب فيه، من مصر من شمالها لجنوبها، من شرقها لغربها، بمحافظاتها كلها. يعني كلمه اليكو دي كانت الحمد لله يعني براند. أنا براند كان عايز معروف. حاجه استاذ، اتفضل. انت كتاجر طبعا بيهمك في المقام الاول السعر ثم الجوده ثم السعر. منتج منافس بتقدر تقنع به العميل. هل شركه اليكو ومنتجات شركه اليكو حققت لك هذه المعادلة الصعبة ان انت تتواجد في المنطقة بتاعتك او في السوق المصري؟ بصدق اتكلم بصدق يعني وامانة. كلمة اليكو كانت نجاح كبير بالنسبة لي. كانت بداية ان انا اطلع السلم السليم بمنتجات مستواها راقي، ماتيريال محترم، كفاءة. اللي كان يهمني الماتيريال قبل السعر. اليكو حققت المعادلة الصعبة. تمام. المعادلة الصعبة ايه هي؟ ان انا ادي ماتيريال عالي جدا، تمام، بسعر يتناسب مع السوق، تمام. تاني هام كان في منتجات ايطاليه بتنزل مصر. انا كراجل في السوق وعندي قاعده وعندي داتا محترمه قوي بالنسبه للصناعيه والفنيين والصباغين، بحط المنتج ده قصاد المنتج ده. اكيد لازم اشوف وجه المقارنه بين الاثنين. اكيد الحمد لله لقيت ان المنتج المصري وشركه اليكو صراحه يعني بدات يعني ترتقي بمستوى بطريقه محترمه، تمام، تتنافس مش دوليا ولا داخليا. بدات الامور الحمد لله يعني بدات من محليه. بدات بقى تخش في القصه الدوليه. بالزبط. وبيبقى في يعني بتصدروا الانطلاقه من جوه مصر. وكانت ايه الانطلاقه؟ هي التطور الداخلي داخل شركه اليكو. بس التطور ده نتج عن ايه؟ نتج ان السوق هو اللي قال، مش المصنع اللي قال، السوق اللي هو الايه؟ اللي هو الراجل اللي بيشتغل بالمنتج هو اللي قال المنتج ده محترم. تمام. حضرتك شحرت بالكلام ده من خلال التعامل مع التجار اللي هم اصغر من حضرتك يعني. طبعا طبعا طبعا. تجار التجزئه والعميل نفسه. شفت ان المنتج سمع في السوق المصري. بالظبط بالظبط. طيب استاذ شعبان، احنا قلنا المنتج سمع في السوق المصري، وعندنا وغطينا المنتج يعني غطينا السوق المصري والسوق المحلي. هل الشركه اكتفت بان هي يكون ليها منافذ في معظم محافظات مصر، أم أن الشركة لها مشروع بتشارك في المشروعات أو خاصة المشروعات القومية الحالية؟ والله المشروعات القومية الحالية لا. تمام. احنا شغالين على المنافذ جوه المحافظات. أكيد. مش لكن هل في مشروعات شاركتم فيها؟ والله حاليا لا. حاليا لا. حاليا لا. لا إن شاء الله بإذن الله بعد الحلقة دي بإذن الله هيبقى في مشروعات كتيرة جدا. ويا جماعة عايز أقول لكم شركة اليكو من الشركات المهمة في مصر، وهي أصل الدهانات. وإن شاء الله هيكون يعني منتجاتها أسعار وجودة، وإن شاء الله هيكون في مشروعات كتيرة بإذن الله. إن شاء الله بإذن الله. إحنا مظبطين الأمور إن إحنا نظبط الدنيا في داخل المحافظات وداخل المعارض، ونعتمد على المصنع إن نطلع أحسن منتج. ده أهم حاجة. مصنعنا فين يا أستاذنا؟ دمياط الجديدة. دمياط الجديدة، المنطقة الصناعية. تمام. ده أهم حاجة عندنا.
تمام كواليتي اهم حاجه عندنا ونكون عند حسن ظن الجميع اكيد ده اهم حاجه عندنا تمام اكيد الشركه يا استاذ جوده بتشارك في المعارض سواء كانت معارض دوليه او معارض داخليه تمام احكي لنا استاذ جوده عن خطه الشركه في المشاركه في بعض المعارض وخاصه المعرض الاخير اللي هو هيكون ان شاء الله في شرم الشيخ في شهر 12 ان شاء الله طبعا كان في يعني هنقول ايه معارض او معرض سابق وان شاء الله في شهر 12 جايين عاملين حاجه محترمه جدا تمام لكن طبعا انا اتشرفت بان انا طبعا نعمل لينا معرض في او بارتيشن في شرم الشيخ مع في اي فيجن مع استاذ اشرف ابراهيم راجل محترم تمام مجتهد تمام لقينا قابليه محترمه جدا في شرم الشيخ من كل فئات التجار او الصناعيه بالنسبه لشرم الشيخ تمام للناس النهارده السوق بيدور على الجديد ويدور على المتميز اكيد فحضورنا وحضور شركه الكو بالاخص لان الكو كانت غامضه شويه في السوق كانت شغاله في السوق الداخلي بس كانت بتهتم بالتصدير اكتر تمام فما كانتش بتحب حضور مؤتمرات مش عارف ايه مش مهتمه بالاعلام مش مهتمه بالاعلام لحد ما ظهرنا في شرم الشيخ لقينا يعني ايه حاجه غير عاديه كان الناس بيدوروا علينا انتوا فين فدي الصراحه حسستنا ان احنا اللي كنا مقصرين في السوق فبدانا نسهر الناس قالت انتوا فين ودلوقتي معانا شريف من المنيا شافنا وعايز يعمل معانا اتصال اتفضل يا شريف اتفضل يا شريف وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته ازي حضرتك من فضلك وطي صوت التلفزيون واسمع من التليفون اتفضل اتفضل ايوه استاذ شريف احنا حضرتك يا اهلا وسهلا بيك وانا شكرا ليك يعني راحه الصناعه في مصر حبيبي ربنا يخليك يا استاذ شريف الله يخليك استاذ شريف السلام على صناعه الملابس في المنيا وصوت حاليا باعث في المنيا يا ريت تتحرك حضرتك بالتليفون لان احنا حضرتك مش سامعينك يعني انا مع حضرتك استاذ شريف انت ايه رايك في منتجات شركه الكو؟ حلوه طبعا شكرا ليك شكرا ليك يا استاذ شريف طيب استاذ شريف من المنيا هل لينا معرض في المنيا ولا لا لينا عندي نذكر التاجر كده محمد عوض في بني مزار تحيه للاستاذ محمد عوض من بني مزار طيب نواصل مع حضرتك قصه المعارض كنت بتكلم في معرض شرم الشيخ لما ظهرنا في شرم الشيخ كانت صراحه يعني حاجه جميله جدا ان احنا نلاقي الناس بدات تبص لالكو انتوا كنتوا فين يا جماعه يعني فترة معانا كده اتلخمنا في التصدير ففجأة حضرنا في معرض لقينا الأمور الحمد لله فيها قابلية محترمة جدا تمام لقينا في الحمد لله بعد المعرض في فرقت معاه في المصنع أو فرقت في الشغل في التعاملات لأن الناس بتدور عليك أنا كنت مركز في اتجاه وسوق مصر الحمد لله مغطينه بس الأمور في مصر هنا محتاجة تركيز أكتر لأن السوق المصري الحمد لله سوق محترم سوق محتاج يعني جهد أكبر من كبير عشان خاطر أقدر توصل للعميل أوصل للعميل بطريقة سهلة للعميل سواء إعلاميا سواء بمنتج كويس سواء بسعر كويس كده والحمد لله يعني في ميزة معانا في ألكو إحنا دايما بنحب نطور يعني دايما في المصنع نقعد نبص كده على المنتج يعني عاوزين نطور من ده نعدل من ده في منتج شفناه مثلا في ايطاليا شفناه في اماكن تانية المنتجات دي محتاجينها تخش مصر طب بيجي لي حد جالي صديق من بره مصر من جالك صديق من بره مصر واحنا جالنا عادل من المنوفيه برحب بيك يا استاذ عادل استاذ عادل من المنوفيه استاذ عادل اهلا وسهلا بيك انت على الهواء الله يبارك في حضرتك معاك عادل سليمان من المنوفيه مرحب بحضرتك يا استاذنا اتفضل احنا من اوائل الناس اللي اشتغلنا مع الاستاذ شعبان الباز والجماعه ابو مصطفى شركه الكو طبعا طيب قول لنا بقى اخبار المنتج ايه في محافظه المنوفيه اخبار المنتج من اسماء المنتجات اللي موجوده في مصر من اوائل الذكور اللي موجود في مصر يمكن نزل كان الاستاذ شعبان الباز اكرم لنا وادانا 500 كيلو ونص طن في اول ما بدات يعني تمام انا بقول لحضرتك اوكي ده احنا مش هنعيش على حضاره 7000 سنه يا استاذ عادل احنا بنتكلم على المنتج دلوقتي اخباره ايه في المنوفيه لا بسمع طبعا
حبيبي ده زمان مسمع يعني اول ما نزل. طبعا طيب طبعا استاذ شعبان، والشركه عملت تطور كبير جدا جدا جدا، وباذن الله يبقى في وكاله له عندنا باذن الله. انت شايف ان شركه اليكو الفتره اللي جايه مختلفه اختلاف كليا عن شركه اليكو من سنتين ثلاثه لورا؟ اكيد طبعا، لانها هي عملت انشائي مع الدكوري، فاصبح التاجر يقدر يشتغل بكامل. يعني انا بالنسبه لي الاختلاف دلوقتي حاليا ان بقى عنده انشائي، بقيت اقدر اوزع شغله كامل على الشغل كامل. تمام، اليكو رفع راسك في المنوفيه يا استاذ عادل ولا لا؟ طبعا. شكرا ليك يا استاذ عادل. شكرا ليك حبيبي. شكرا ليك. طيب احنا عندنا ناس شريف من المنيا وعادل من المنوفيه، وان شاء الله كل يعني المنتج مسمح في محافظات مصر الحمد لله. طيب احنا هنروح شرم الشيخ ان شاء الله، وهيبقى في بارتيشن لشركه اليكو في شرم الشيخ. حضرتك قلت ان في ان شاء الله مفاجاه في المعرض، ان شاء الله قول لنا ايه هي؟ فجأة ان شاء الله هيبقى هننزل بمكان تمرين. وهنعرض ان شاء الله باذن الله ان احنا نعمل معارض على اعلى مستوى. تمام، المكان ده مثلا هيكون عرض معين ولا ايه؟ عرض معين، وهيبقى يعني 50% منه دعم. 50% دعم يا شباب مصر. يعني احنا برضو في مبادره من شركه اليكو هنقولها بعد شويه، يعني دلوقتي خبر حصري من مع صنع في مصر، 50% على ماكينة التلوين من شركة اليكو، 30 ماكينة هتكون في معرض شرم الشيخ في 6/9/12 إن شاء الله، وده خبر جميل جدا وتنفرد بيه أو بينفرد بيه برنامج صنع في مصر. عندنا مفاجآت تانية في شرم الشيخ؟ اللي جاي بقى خليه متغطي شوية. مش عايز تقول حاجات تانية يعني. طيب، أستاذنا قلنا إن شركة اليكو عن طريق برنامج صنع في مصر هتطلق مبادرة لتشغيل شباب مصر في مجال البويات، كلمنا عن هذه المبادرة. المبادرة اللي احنا عايزين يكون مثلا يكون شاب فاهم في الدهانات. تمام. يكون عنده خلفية ازاي يشغل معرض. تمام. ازاي يديره. تمام. بالحقيقة بنقف جنبه. تمام. وبندعمه. تمام. لما يشتغل في السوق. تمام. ويقف. طيب يا استاذ شعبان، برضه ما الناس وهم شايفينها دلوقتي على الهوا يقول لك انت بتعمل معرض، طب كل الشركات بتعمل معرض، ايه الجديد بقى في شركه اليكو؟ يعني ايه الجديد؟ ما انا ممكن عندي شركه سين وصاد وعين وعندي الحروف الهجائيه كلها، ايه الفرق بقى ان انا اروح عند اليكو ولا اروح عند شركه سين؟ ايه الجديد؟ الجديد اللي عندي ان انا هديله منتجات سعر كويس، هذا حاجه، كواليتي محترم. الجديد كمان ان انا هدعم له المكنه، يعني مش هقول له لازم تدفع ثمن المكنه سهم معين او مبلغ معين، لا، هندعمله، هندعم معاه المكنه ونشتغل ونقف نضلنا في ظهره ان شاء الله. يعني عايز تقول ان شاء الله هيكون في تسهيلات، تسهيل مختلفه مختلفه عن اي شركه اخرى، عن اي شركه اخرى. المهم ان هو يكون حد المهم فاهم في الدهانات ومجتهد. ومجتهد. طيب احنا بنكرر تاني يا جماعه ونعلن خبر سار جدا لكل سوق الدهانات في مصر، ان في 30 ماكينه من شركه اليكو المصريه هتكون في معرض شرم الشيخ من 6/9/12/2019 ان شاء الله بتخفيض 50%، صحيح؟ ان شاء الله. صحيح ان شاء الله. طيب كلمنا بقى يا استاذ جوده عن انواع المنتجات بشكل يعني بشكل مفصل، يعني قول انا عندي فلاور، عندي كذا، عندي كذا، ده بيتميز بكذا كده يعني. والله المنتجات الذكوريه استاذ خليل كتير، يعني وبتفرق تصنيفها من شركه لشركه ومسمى من شركه لشركه. يعني في مثلا منتج القطيفه او بيرل، مش عارف ايه الحكايه يا استاذ جوده، كل ما تيجي تتكلم بيجي لنا اتصال هاتفي. مين معايا بقى؟ استاذ سيد. حضرتك الشافعي من بلاوين الدقهليه. اهلا وسهلا باهالي الدقهليه. اهلا وسهلا. المنصوره. المنصوره يا فندم. قول لنا بقى اخبار المنتج عندك ايه في المنصوره؟ ويا ريت حضرتك توطي التلفزيون بس. تمام يا فندم. هو حضرتك المنتج عندنا، اول اسلم على الحاج شعبان وعلى الحاج جوده حبيبي، منورين الدنيا كلها. منورك. ربنا يبارك فيك. الله يخليك يا فندم. ويعني حبيت اتكلم عن منتجات اليكو بما اني من كنت من اول الناس اللي بتقابلوهم في مصر. تمام. وهم شركه مجتهده جدا وعندهم تشكيل منتجات ذكوريه محترم. تمام. بيطلع
بيتطور كل فتره، وكل فتره بينزلوا منتج جديد. تمام. ويعني اسعارهم مناسبه جدا للسوق ومنافسه. طيب يعني استاذ سيد، استاذ سيد يعني انت دلوقتي المنتج ومنتج اليكو وسعر اليكو بتقدر تنافس بيه بقلب جامد كده وتقف قدام العميل وراسك بتبقى مرفوعه قدام الناس وبتقدر تنافس ولا لا؟ ولا حضرتك محتاج يعني احنا الوقت معانا الاستاذ شعبان ومعانا الاستاذ جوده على الهوا، وعلى فكره احنا مش عايزينك تقول انتقد، انا عايزك تنتقد، لو في حضرتك عندك اقتراح قول هنا على الهوا. والله هو منتجات اليكو منتجات متميزه جدا واسعارها مناسبه جدا للمستهلك. بس لكن جودتها عاليه جدا جدا. هي اليكو اصلا بدات كانت بدايتها منتجات مستورده. يعني بدات وبعدين بداوا المصنع، قاموا المصنع في مدينه دمياط الجديده، عملوا منتجات بنفس الجوده وبنفس ال حافظوا يعني نظموا موضوع الاسعار بحيث تتناسب مع السوق المصري. ويعني بداوا يشتغلوا بقى لهم فتره بسيطه كده في المنتجات، في منتجات جديده ديكوريه زياده بينزلوها، يعني كل فتره كده بيجددوا منتجاتهم وينزلوا منتجات جديده. والانشائي عندهم بداوا فيه برضه بقى لهم فتره طويله ولقى نجاح كويس جدا ومعقول. اسعارهم منافسه جدا، بكرر كلامي في الموضوع ده، وهم مجتهدين جدا وعاملين انتشار كويس. طيب استاذ سيد انت شايف ان في روح جديده بدات تدب في شركه اليكو وخاصه خلال الشهور الجديده الشهور القليله الماضيه؟ حاسس ان في تطور في المنتجات، تطور في الاعلام، تطور في الوصول الى العميل في المحافظات ولا لا؟ والله يا فندم هم بداوا يطوروا يعني يطوروا سياسات التواصل واداره التسويق والبيع عندهم، بدات تعمل تبذل مجهودات كبيره جدا في التواصل في جميع انحاء الجمهوريه بمنتجاتهم، وهم منتجاتهم يعني فرضت نفسها بسبب جودتها الكويسه المحترمه وسعرها المنافس جدا والمناسب للسوق المصري. فهم يعني الامور معاهم بتتحسن كل فتره بمجهوداتهم اللي بيبذلوها. ان شاء الله طبعا الامور هتتحسن اكتر واكتر طالما في اداره قويه. بشكرك يا استاذ سيد على مداخلتك القيمه، ونواصل حديثنا مع الاستاذ شعبان. قول لنا يا استاذ شعبان بقى الفتره اللي جايه في خطه جديده للشركه، طموحك ايه؟ والله الخطه اللي جايه ان شاء الله باذن الله ان احنا نوصل لاعلى مستويات التصنيع ان شاء الله باذن الله. اكيد ان شاء الله باذن الله. اكيد بفضل من ربنا ان شاء الله. تمام. ان احنا هنجتهد ونطور ونطلع شيء كويس يعجب كل الناس. تمام ان شاء الله. انا معلش انا بعتذر لك لان انا جيت على الشعبان على طول بعد المداخله. احنا كنا بنتكلم في، انا فكرني بقى تصنيف المنتجات. معلش انا بعتذر لك. اتفضل اتفضل. هو اولا زي ما قال حال الاستاذ شعبان، الهدف من بالنسبه للمنتجات تطوير وتصنيف. وفي نفس الوقت المنتجات في مصر هنا يعني زي ما قلنا اختلاف مسمياتها كتير، لكن المنتجات المعروفه مثلا البر او القطيفه من المنتجات الرقيقه جدا، المنتجات المحبوبه في السوق لانها بتدي احساس وتطشات محترمه جدا جدا بالنسبه للعميل وبالنسبه برضه النقاش او الصبغه. عايزين نقول المسميات اللي هي البراندات بتاعتنا في الشركه. البراندات عايزين نقول مثلا عندنا نوع قطيفه اسمه كذا. على فكره اصل هو معظم المنتجات الديكوريه في مصر يمكن تعتبر شبيهه ببعضها، متشابهه ببعضها، بس كل واحد ليه اسم بالظبط معين. ولا انا صح؟ عندي القطيفه قطيفه بلس، وعندي الاستوكو برضو استوكو انتيك، عندي برضو الفلاور ده طبعا معروف، معروف الخيال معروف. تمام. عندنا حاجه سيناوي، سيناوي السيناوي من المنتجات الجديده اللي هي ايه يعني دلعنا شويه القطيفه يعني خليناها لها شكل تاني مختلف كده اللي هي السيناوي. تمام. منتج من منتجات المحترمه جدا اللي بتتداول في السوق بحرفيه وباحترام. تمام. طبعا في منتج اسمه روعه، منتج تطشاته كده شيك كده وبسيطه جدا روعه. والسواحيلي طبعا كل دي منتجات كتير كتير. في منتجات كتير اساسا في المصنع لسه حتى طيب ده بالنسبه للدكوري.
عايزين نتكلم برضو عن اسماء الحاجات اللي هي الانشائي. انشائي طبعا بالنسبه للمعجون، من ضمن التطور في شركه الكو ان احنا النهارده كنا شركه الكو الديكوريه، النهارده شركه الكو ديكوريه انشائيه. شركه دلوقتي عادي بتعتمد انها بتكمل الطوب بتاعها، بمعنى ان انا النهارده مش هنفع البس الجرافطه بس، انا عاوز زي الراجل الصنايعي كده. طب احنا معانا واحد صنايعي الاستاذ عاطف العوضي. نرحب بيك يا استاذ عاطف. ازي حضرتك يا فندم؟ الله يبارك في حضرتك. استاذ عاطف منين؟ عاطف العوضي متغمر. احسن ناس متغمر، ده اهليه برضو. استاذ جوده منورنا حبيبي. طيب استاذ عاطف، حضرتك صنايعي تمام، يبقى دلوقتي هتقول لنا شهاده على الهوا، يعني بقى مش هتقول لي السعر والحاجات كويسه والكلام ده، عايزك تقول لي بقى حاجه بقى يفهموها الصناعيه. تمام. قول لي بقى رايك في المنتجات بقى كصنايعي. تمام اتفضل. هو احنا بالنسبه للمنتج اليكو، منتج بسم الله ما شاء الله كويس جدا. اشتغلت بيه من فتره بعيده. كل الخامات اللي فيه بسم الله ما شاء الله خامات كويسه جدا، وخامه قويه بالنسبه للمواد الذكوريه. اخر منتج، يعني اخر منتج اشتغلت بيه كان اسمه ايه؟ انا اشتغلت بالاليكو بالمنتج بالسوكا انتيك بتاعه. تمام. ده يعتبر من اجود ومن احسن السوكا انتيك اللي اشتغلت بيه. تمام. ده شهاده امانه بصراحه. كان من كام يعني، من امتى يعني؟ ده ممكن يكون مثلا حضرتك من 5 سنين كمان. من 5 سنين؟ لا احنا بنتكلم عن اخر حاجه اشتغلت بيها يا استاذ عاطف. لا انا بكلم حضرتك عن المنتج، انا شغلت من 5 سنين. من 5 سنين، لكن بقول لك اخر حاجه اشتغلت بيها امتى؟ يعني قريب، يعني اسبوع من شهر. الشغلانه قريب، كنا لسه مخلصين يعني ما بقالهاش مثلا شهرين. تمام زي الفل. طب اول طلبيه تاخدها امتى ان شاء الله من استاذ جوده؟ عشان تطلع شرم الشيخ. عشان تطلع شرم الشيخ. تمام استاذ جوده حبيبنا والله واستاذنا وربنا يبارك لنا فيه. ربنا طيب. يبارك لك. استاذ عاطف، عملت الشغل انت حضرتك عند احد الاهالي تقريبا، طبعا انت بتعمل الاهالي، هل شفت انطباع الراجل اللي عملت له الشغل؟ هل انبهر بالشغل؟ قال لك انا عايز من المنتجات دي تاني ولا لا؟ هل هو طلب اسم اليكو بالخصوص؟ حضرتك اقنعته ولا هو اللي طلب بالاسم؟ احكي لنا بقى ايه اللي حصل مع العميل بتاعك. هو احنا عامه في بعض الناس طبعا بتشوف بنبقى مشطبين شغل عند ناس. احنا الاول مره طبعا المنتج ما كانش معروف، بس بفضل الله عز وجل بجودة المنتج اللي العميل كان بيشوفه واللي كان بيدخل يتفرج عنده. قال لك انا عايز من الخامات دي. فبالتالي بقى اسم اليكو الحمد لله بفضل الله عز وجل سمع كويس يعني. يعني رافع اليكو، رافع راسك في ميت غمر يا استاذ عاطف. ان شاء الله. شكرا ليك يا استاذ عاطف. شكرا ليك. اتفضل. استاذ عاطف طبعا من الاشخاص الافاضل المحترمين جدا، فني من الفنيين، كوادر المحترمه اللي شرف مصر. مش الاهلي. خلاص احنا نعمله بقى اعلان على الهوا يا جماعه. لا لا لا، اللي عايز يعمل شقه ولا اي حاجه يروح عند استاذ عاطف. مين؟ من عاطف العوضي. استاذ عاطف العوضي. من الناس الكوادر المحترمه جدا اللي فعلا وقف في قالك ووقفت كانه مصنعه. تمام. اللي اشتغل بالمنتج بحرفيه، هو فنان مش صنايعي، فنان بجد. تمام. فبحييه استاذ عاطف، اخ صديق، وشركه اليكو طبعا بتقف ورا رجالتها يعني، فده من ابن من ابناء اليكو من عمر يعني، من عمر العمر، وبسم الله ما شاء الله عليه. المهم التصنيف بتاعنا استاذ خليل بالنسبه للدهانات الذكوريه اللي حضرتك كلمتني فيه، طبعا حوالي اكتر من 16 صنف. 16 خامه. الخامات دي كلها بتفرق مع الصنايعي، لو الخامه الماتيريال بتاعها عالي جدا بتفرق معاه في التنفيذ، انها ازاي تريحه وتخلي الصنايعي يحس ان هو بيطلع اعلى ما عنده بابسط الطرق. ده الماتيريال المحترم. أكيد. ده الحمد لله اللي بنوصل فيه في شركه اليكو وبنجتهد عليه، راحتي مع الصنايعي في ان هو يحس ان هو فعلا معاه حاجه محترمه، حاجه فخمه، منتج عالي، منتج متكلف. المصنع ما بيدورش على مربح، بيدور على راحة الصنايعي وبيدور على كفاءة منتج يقدر يوصل بها لأعلى مستوى مع الصنايعي، وده اللي بيهمنا. النهارده شركة اليكو شركة من الشركات اللي بتدور فين التاجر الأول، التاجر بتاعها فين مصلحته؟ أكيد. فين مصلحة الصنايعي؟ ما هو احنا كلنا مربوطين ببعض يعني، كنا هي هو سيستم معين ولازم الشركة بتتابعه لاحترام الجميع. وطبعا بتخدم الجميع. وطبعا يا جماعة احنا بننوه تاني للمرة الثالثة ان شركة اليكو المصرية اصل الدهانات في مصر،
بتعمل مفاجأة ولا أروع في معرض شرم الشيخ إن شاء الله في من 6/9/12/2019 هيكون إن شاء الله معنا 30 ماكينة مهداة من الأستاذ شعبان الباز رئيس مجلس الإدارة، هيكون عليها تخفيض 50% إن شاء الله، عشان أنت كشاب عايز تشتغل في الدهانات، عايز يكون لك معرض متميز وعايز تبدأ حياتك، بس أهم حاجة تكون أهم حاجة تكون معانا مجتهد، رقم 2 تكون لك علاقة بمجتمع الدهانات. معانا الأستاذ سيد السباعي من اتفضل أستاذ سيد. أستاذ سيد السباعي اتفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام. وعليكم السلام. أنا برحب طبعا بأستاذ شعبان الغربية، يعني طنطا الغربية. الغربية بالظبط، وبرحب بالإعلام الكبير حبيبي، وبصراحة إليكم من الشركات المتميزة جدا جدا جدا، يمكن أنا كان ليا الشرف إن أنا أكون أول وكيل ليها في الدلتا. تمام. منتج جيد، منتج ممتاز متميز بشتى الناس اللي أنا بقتلها التجار. وبتمنى طبعا للأستاذ شعبان كل التوفيق، والحاجة جودة حبيبي وأهل 100 غمر كلهم وأعز ناس. طيب قول لنا بقى أخبار المنتج برضو في محافظة غربية، الدنيا أخبارها عندك لمنتجات إليكو؟ طبعا منتجات إليكو مش محتاج الواحد يتكلم عليها في الغربية. حاج شعبان كان في زيارات، يمكن منها زيارة اليومين اللي فاتوا دول من قيمة كام يوم، يعني ما شاء الله عليه، الراجل راجع محمل بأوردرات وطلبيات. الله أكبر. الله أكبر عليهم، ربنا يوفقهم ومزيد بالتوفيق والنجاح لكل مجتهد. وأنا كنت معاك وسامع فكرة العروض والمكان، وخطوة جديدة إن شاء الله ممكن تكون يعني كانت متأخرة شوية، بس عشان إلف وبتحاول تمشي تاخد مساحات كبيرة في وقت بسيط. طيب حضرتك حاسس بالروح الجديد وبتاعه جديده قويه لإلف ان شاء الله؟ حاسس بالروح الجديده اللي موجوده حاليا في قالك ولا لا؟ سامع وحاسس وشايف على ارض الواقع شايف، يعني ان شاء الله مؤتمر شرم الشيخ يكون بدايه قويه جدا ان شاء الله. حبيب. شكرا ليك. حبيبي شكرا محمد. ليك طبعا. احنا يا جماعه هي الاستاذ احمد فايز طبعا اتفضل، دول من الشخصيات المحترمه جدا ومسؤول، ويعتبر يعني من احسن مديرين مبيعات في مصر، من احسن. طيب دي شهاده نعتز بيها يعني أحسن. طيب هناخد فاصل قصير وهنرجع لحضراتكم تاني، نكمل مع أليكو المصريه اصل الدهانات في مصر. رجعنا لكم من الفاصل مع أصل الدهانات الذكورية في مصر، شركة أليكو المصرية اللي بيشرفنا النهاردة في حلقة برنامج صنع في مصر، البرنامج الأول للدهانات في مصر كلها. الأستاذ شعبان الباز مدير شركة أليكو المصرية، وأيضا الأستاذ جودة والنيل رجل الأعمال المصري وأحد التجار الكبار في مصر. النهاردة يا أستاذ شعبان بعد الحلقة الجميلة وبعد المداخلات من كل محافظات مصر النهاردة بتتكلم عن شركة أليكو، قول لنا بقى رسالة النهاردة لسوق البويات المصري تقول لهم إيه؟ قول لهم شركة أليكو فتح لكم دراعتها. تمام. تقول لكم أهلا وسهلا، منتجات على أحسن على أحدث على أحسن مستوى إن شاء الله، وإحنا التملي إحنا عايزين نطور، بوجودكم معانا أكيد إحنا هنكبر، أكيد من غيركم ما نكبرش إن شاء الله، أكيد. بنكبر بتجار مصر وبصنايعية مصر. تمام. وشعب مصر بإذن الله. أكيد. أستاذ جودة لو في رسالة حابة توصلها النهاردة تقولها لمين؟ للتاجر ولا للصنايعي ولا لسوق البيت كله؟ والله أنا أقولها لسوق البيت كله. تمام. نبدأ من فوق لحد تحت. اتفضل. بمعنى نبدأ نقول للمصانع اللي بتشتغل، المصانع اللي بتجتهد وعليها التزامات، دي مصانع يعني
لها قيمة. في مصانع تانية بتعمل منتجات وماتيريال لا تليق باسم صنع في مصر. تمام. انت عايز تجرنا يا استاذ جوده النهارده بقى لقصه المنتجات اللي هي بير السلم. دي خربت الدنيا يا استاذ جوده. سيد الفاضل، على فكره كل الناس اللي بتيجي هنا بتتكلم على القصه دي، اصحاب المصانع المحترمه يا جماعه اللي بتطلع معانا النهارده في صنع في مصر متضررين من القصه دي. طبعا النهارده انت كصاحب مصنع في ضرايب وفي مكان وفي التزامات، وفي حاجات كتيره، في التزامات. وانا انا 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 راجل عندي مصنع، بكون ماشي قانون، عشان انا بشتغل قانون، عشان بصدر قانون، ببيع للتاجر والموزع قانون، فبالتالي منتجي بيكلف فسعره اعلى، سعره محترم. طب اللي بيجي بيكلف تحت مني وتحت بير السلم وهنا وهنا وهنا، بيعمل ماتيريال بخاماته محدوده، اكيد بامكانيات محدوده، تمام، بخبرات محدوده، همه المكسب للاسف، بس مش بيعيش، مش بيعيش. بس للاسف شديد بيفسد، ده بيفسد بعض. طبعا الماتيريال المحترم والبراند ده براند، تمام، بس ده بيفسد بعض عقليات الناس اللي هي المفروض احنا بنرتقي بيها. تمام. فانا بقول للسوق المصري يا ريت يا ريت لكل اخواننا التجار والموزعين والصناعيه في عالم الدهانات والديكور، تمام، يا ريت نركز في الماتيريال ونركز في الشركات اللي هي معروفه، اللي لها كيان. كيان يعني ايه؟ يعني لها ارضيه ولها اسم، وانت تعرف ان لما تاخد المنتج وتشغل بيطلع في المنتج ده محترم، فبالتالي بتقول انا عايز المنتج ده. اكيد الناس كلها هيقولوا عايزين المنتج ده المحترم. والاستاذ سعيد شبكه يمكن من الناس المحترمين معانا على الهوا، هيقول لنا هل المنتج ده بيطلبه ولا لا. برحب بيك يا استاذ سعيد شبكه. اهلا وسهلا فيك يا فندم. ازاي حضرتك؟ الحمد لله بخير. من اي محافظه يا استاذ سعيد؟ من الدهليه. يعني كل التليفونات النهارده جايه لنا من الدهليه، ايه الحكايه؟ ولا انت ورايا بجوده والنيل ولا ايه؟ لا 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 لا، الاول احب اشكر الحاج شعبان الباز والحاج جوده والنيل على اللقاء الجميل دول، وبقول لهم دايما من نجاح لنجاح. وبعدين احنا شهادتنا مجروحه يعني في منتج الكو، منتج ديكوري من اوائل المنتجات الديكوريه اللي موجوده في مصر، وخامه ممتازه. والميزه اللي عندهم ان هم دايما بيعاصروا السوق وبيشوفوا متطلباته، تمام، وحاجه ممتازه يعني. طب استاذ سعيد حضرتك، انا مره طلعت على البث المباشر وقلت ان شركه اليكو المصريه اصل الدهانات الذكوريه في مصر، وبعدين في ناس قالوا لي لا يا استاذ خليل انت بتعمل دعايه لشركه اليكو عشان استاذ شعبان حبيبك. النهارده حضرتك واحد من التجار المهمين في الدقهليه، هل حضرتك توافقني على هذا الراي ولا لا؟ وافقك طبعا. اليكو شركة بقى لها فترة في السوق المصري، زي ما بقول لحضرتك ان هي معاصرة السوق، دايما تشوف متطلبات السوق ايه، دايما تشوف السوق محتاج ايه، تطوروا دايما في خاماتهم، وعندهم اكثر من منتج ديكوري. دي الميزة كمان اللي موجودة، يعني مش منتج ولا اثنين ولا ثلاثة، لا ده عندهم اكثر من 12 منتج 13 منتج. اكيد. اخبار المنتج عندك ايه في الدقهلية او في المركز اللي انت فيه؟ تمام، بيطلب بالاسم طبعا. بالاسم، حاجة جميلة جدا. بشكرك يا استاذ سعيد. شكرا. رسالة أخيرة يا استاذ جودة للسوق، نكمل شهادتك. أكمل شهادتي لأن بجد يعني بنعاني. مصر يعني بطلع منتج بره، بطلع منتج بره مصر، صدقني أنا بكون فخور إن أنا أقول المنتج ده مصري. أكيد. وده شيء أنا بحبه. اما انزل اقارن نفسي بمنتجات بعض الدول العربية، بتجيبها من تركيا، بتجيبها من إيطاليا، بتجيبها من ماليزيا، بتجيبها، ولا انا كماتيريال وسعر ماتيريال عالي جدا وسعر بسيط. طب الحمد لله بره حاجه الله اكبر. طب جوه مصر الحمد لله ماتيريال معروف، خامه معروفه. نيجي نخش، كلمت مع حضرتك حالا، انا بكلف خامات او بنحط خامات محترمه، فاجي الاقي في بعض مصانع بتنزل بسعر بتوه العميل وبتغري التاجر. أكيد. بتغري التاجر، فالتاجر يدور على الارخص، يدي الصناعي الارخص، يبدا القاعده من تحت تنهار، فبالتالي ده فانا بنصح، النصيحه بتاعتي هي عباره عن ايه؟ ان احنا يا جماعه نركز الصح، نركز في السليم عشان ننجح بسرعه. أكيد. عشان نكبر بسرعه. أكيد. ونرتقي بسرعه. وبرضه بحيي فعلا كل تجار شركه الكو، كل موزعين شركه الكو، كل من تعب مع شركه الكو سواء موجودين في مصر بره مصر، دول شركاء نجاح. اكيد. الكو ما اتعملتش لوحدها. اكيد. الكو اتعملت بقواعد محترمه،
القواعد ديت ناس كانوا فيها وسابوها، القواعد ديت اتعاملوا من الناس اللي موجودين فيها حاليا من تجارها لما حسوا ان الشركه سياساتها اتغيرت بدات الناس تتكالب على اليكو. ناس جات لي قالت لي انت فين من اليكو، انت بقالك فتره ما رحتش المصنع، احنا عاوزين نروح المصنع. ليه يا جماعه؟ احنا عاوزين نشتغل في روح جديده في اليكو. بالظبط بدات الناس تهتم الحمد لله. فده صراحه انا مبسوط. كلمه اخيره للاستاذ شعبان عشان احنا وقتنا قرب على الانتهاء، كلمه اخيره تحب تقولها لمين؟ بقولها للتجار مصر ان شاء الله باذن الله ان يكون مصنع اليكو عند حسن ظن الجميع ان شاء الله، ونكون ويدعوا لنا ان احنا نكون في تطور دايما أكيد. واحنا بنجتهد ونتطور ان شاء الله باذن الله لمصر وبره مصر باذن الله. طيب في نهايه حلقتنا يا جماعه دلوقتي احنا بنلخص الموضوع النهارده. طلعنا النهارده بفايدتين مع شركه اليكو المصري. رقم واحد ان في مشروع مصري هيكون هينطلق من شركه اليكو المصريه. انت شاب مجتهد ليك في قصه الدهانات، بنرحب بيك، وبرنامج صنع بمصر بيتبنى مشروع شركه اليكو لانتشار. على فكره احنا عايزين يا جماعه خلال ان شاء الله 2020 يكون عندنا ان شاء الله 100 معرض في مصر باذن الله. 100 معرض في مصر هيكونوا مبادره من شركه اليكو المصريه، والمبادره بيتبناها برنامج صنع في مصر. حضراتكم تواصلوا معنا دايما على طبعا احنا قلنا الخبر الاول ال 100 معرض ان شاء الله خلال 2020. الخبر الثاني اللي قلناه في خلال الحلقه ان شاء الله في 30 ماكينه للتلوين هتكون جاهزه لشباب مصر بتخفيض 50% في ان شاء الله في معرض شرم الشيخ. تواصلوا دايما معنا على جروبنا جروب اعلام شركات البويات برنامج صنع في مصر، وايضا على صفحتنا صفحه البرنامج التلفزيوني صنع في مصر. قبل ما اختم حلقتي حابب اتوجه بالشكر لزمايلي اللي دايما تعبهم معايا في البرنامج، اخويا الاستاذ محمد رمضان، استاذ تامر مخرجنا المحترم، وايضا شريكه حياتي الاستاذه صفاء محمد عالم الدين مدير الاعداد. اشكركم جميعا والى اللقاء في حلقه متجدده من برنامج صنع في مصر، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.